فرنسا التي نهبت ثروات إفريقيا طوال قرون وارتكبت المجازر بحق سكانها، لطخت يدها أيضا بدماء رؤسائها وزعمائها الذين كانوا حجر عثرة أمام سياساتها. سيلفيانوس أوليمبيو ترأس جمهورية التوغو عام 1960، حرص على تأسيس اقتصاد قوي حر، فأصدر عملة وطنية معلنا التمرد على نظام الفرنك الإفريقي. بعد أشهر قليلة دبرت فرنسا اغتياله عبر انقلاب عسكري. توماس سانكارا قاد انقلابا عسكريا في بوركينا فاسو عام 1983، حظي بتأييد شعبي كبير. عاشت البلاد في عهده ازدهارا ضخما وبلغت الاكتفاء الذاتي دون مساعدات دولية. ناهض سانكارا الإمبريالية والاستعمار، حاول الإطاحة بنظام الفرنك الإفريقي وتحريض قادة القارة على التخلص من التبعية الأجنبية. وبعد 4 أعوام على توليه الحكم اغتيل في انقلاب مع 12 من وزرائه، ووجهت أصابع الاتهام إلى المخابرات الفرنسية وبليز كومباوري. صويلح وعبد الله علي صويلح الرئيس الثالث لجمهورية جزر القمر كان شيوعيا مناهضا لسياسة باريس الاستعمارية. عام 1975 انقلب على أحمد عبد الله الرئيس الموالي لفرنسا. لم تنس باريس ما حدث لحليفها، فاغتالت صويلح بعد 3 أعوام على انقلابه بدعم من مرتزقتها في جزر القمر، وأعادت عبد الله إلى الحكم ليتحول إلى دكتاتور. بدأ في التخلص من المرتزقة، فدبرت فرنسا اغتياله في نوفمبر عام 1989. لوران كابيلا في يناير عام 2001 اغتيل رئيس الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا برصاصتين من حارسه. كابيلا الذي واصل نهج باتريس لومومبا التحرري أطاح بحليف فرنسا موبوتو سيسي سيكو عام 1997، فدبرت اغتياله بالتنسيق مع حلفائها في أوغندا والكونغو.